خلونا نتعرف على أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيزور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من المصانع بمحافظة الإسكندرية في جولة تفقدية للمحافظة. كان رئيس الوزراء أكد أن الزيارات الميدانية يجب أن تكون جزء من أجندة العمل الأسبوعي لكل وزير، وأن يكون متواجد في المواقع المختلفة لمتابعة العمل بنفسه وعدم الاعتماد على التقارير فقط، مؤكداً أن جزء من أجندته هو الزيارات الميدانية، حيث يوجد عدد من الزيارات الميدانية. النهاردة يستقبل دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وبيعقد الطرفان جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هيشارك وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري في المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي ومجلسه التنفيذي اللي بتنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بمكة المكرمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعنوان دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال. النهاردة هتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى 101 لميلاد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل.